النظام يمطر ريف حما وإدلب بحمم القاذفات ويدمر أحياء بأكملها. حملة إرمي بسهم تبدأ مرحلتها الثانية من الباب لدعم مهجري ريف حما وإدلب. ومستشار أردوغان يتحدث عن اتصالات مع قيادات سورية لحل أزمة اللاجئين. حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، وإلى التفاصيل، حيث أفاد مراسل قناة حلب اليوم بمقتل 9 مدنيين في قصف للطيران الحربي استهدف قرية أوريم الجوز غرب إدلب، كما قتل 4 مدنيين في كفر روما، وفي ريف حما سقط 4 قتلى من المدنيين وجرح آخرون في قصف استهدف الأحياء السكنية في مدينة مولك. قام الطيران الحربي باستهداف مدينة أوريم الجوز بصاروخين شديدات الانفجار. توجهنا على الفور إلى مكان العمل وقمنا على انتشال الجثث وإسعاف الجرحى. ما زلنا نعمل إلى حد هذه الساعة ويوجد شهداء تحت الأنقاض، نعمل على انتشارهم. حصيلة أولي 6 شهداء و10 جرحى وما زال العدد بالارتفاع. شنت طائرات النظام وروسيا عشرات الغارات الجوية على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي. وأفاد مراسل قناة حلب اليوم بأن الطائرات الحربية والمروحية التابعة للنظام استهدفت بالصواريخ المحملة بالقنابل العنقودية والقنابل الفراغية والبراميل المتفجرة مدينة كفر رمبل وبلدات كفر سجنة والشيخ مصطفى ومعرة حرمة والنقير ومعرة الصين وسطوح الدير وقرية أم الصير. وأشار المراسل إلى أن الطائرات الحربية الروسية شنت بالصواريخ شديدة الانفجار عدة غارات جوية على مدينة خان شيخون. غرب صوب لساوي نفذ أبو جميل نفذ احنا من الصبح اذا اتصلاء صوت كفرامي مسحتها مسح ومنطقة حواليها، وجت بعدها 21 نفس الثقل هال تنفيذين، بعد شي نص ساعة اجت 24 اقلعت من حمص نفذت حمولي كامل شي 13-14 صاروخ، دمرت حيين كاملات على الارض، سوق البسي وبيوت مدنية سكن، ما في عساكر عندنا، ما في ولا واحد مسلح في المنطقة كلها، بيوت البسي محل البسي وبيوت سكن دمرت ضعف دمير. قال مراسل قناة حلب اليوم إن اشتباكات جرت بين الثوار وقوات النظام على محور جبهة القصبية بريف إدلب الجنوبي أسفرت عن مقتل العديد من قوات النظام. وأضاف مراسلنا أن الاشتباكات تزامنت مع استهداف كتائب الثوار بالمدفعية والصواريخ الجراد مواقع للنظام في معسكر بريديج وحيالين وكفرنبودة شمال حما. هذا وأعلن جيش العز عن تدمير دبابة على حاجز الجسر في قرية شيزر ومدفع فوزديكا في قرية الجديدة بريف حماء الشمالي إثر استهدافهما بصواروخين موجهين مضادين للدروع. للمزيد مراسلنا إبراهيم سويد من مدينة كفرنبل نتابع. عشرات الغارات الجوية اليوم نفذتها الطائرات التابعة لسلاح الجو الروسي والطائرات المروحية والتابعة لنظام الأسد. نحن الآن في مدينة كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي. تعرضت هذه المدينة اليوم منذ الصباح الباكر لعشرات الغارات الجوية من قبل الطائرات المروحية، حيث ألقت هذه الطائرات البراميل المتفجرة على الأحياء السكنية. هنا خلفي أحد الأحياء السكنية داخل مدينة كفرنبل كما نشاهد، يعني حجم الدمار كبير جدا نتيجة استهداف هذه المدينة بعشرات البراميل المتفجرة والألغام البحرية. طبعا بالتزامن مع هذا القصف بالطائرات المروحية والقنابل الفراغية كان هناك استهداف بالصواريخ العنقودية المحرمة دوليا كما نشاهد، يعني أبنية بأكملها هنا في هذا الحي السكني.
سقط على الأرض نتيجة هذا الاستهداف بالبراميل الشديدة الانفجار. كان هناك يعني إصابات في صفوف المدنيين نتيجة هذا الاستهداف للأحياء السكنية في مدينة كفرنبل. لم تكن كفرنبل وحدها يعني المستهدفة اليوم من القصف. اليوم الطائرات المروحية شنت عشرات الغارات بالبراميل المتفجرة على قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي. مدينة خان شيخون أيضا تعرضت إلى قصف بالطائرات التابعة لسلاح الجو الروسي, وكان هناك طبعا مقتل أحد عناصر الدفاع المدني في مدينة خان شيخون. في بلدة أورم الجوز في جبل الزاوية كان هناك مجزرة بحق الأهالي, مجزرة مروعة أكثر, حوالي 9 ضحايا في صفوف المدنيين نتيجة استهداف الأحياء السكنية في بلدة أورم الجوز في جبل الزاوية. في بلدة كفرومة أيضا كان هناك ضحايا في صفوف المدنيين نتيجة استهداف وسط البلدة بالطائرات الحربية التابعة لنظام الأسد. ميدانيا وعسكريا كان هناك عملية نوعية على محور القصابية في ريف إدلب الجنوبي, على محور القصابية تحديدا. نتائج هذه العملية بحسب مصادر عسكرية, طبعا كان هناك مقتل عدد من جنود نظام الأسد بالإضافة إلى تدمير دبابة على ريف حماة الشمالي من قبل جيش العزة, وبالإضافة أيضا إلى ذلك كانت قد أعلنت الجبهة الوطنية للتحرير عن تدمير سيارة تقل عسكريين لنظام الأسد. إبراهيم السويد, قناة حلب اليوم, ريف إدلب. المزيد أيضا معنا مراسل قناة حلب اليوم دياب الحمدو من ريف إدلب. دياب, مرحبا بك. ما هي حصيلة القصف اليوم على ريف إدلب وحما؟ نعم عمار, ارتفعت حصيلة المجزرة التي ارتكبتها طائرات النظام اليوم في قرية أورم الجوز بريف إدلب الغربي إلى 12 شهيدا, بالإضافة إلى العديد من الجرحى جراء غارات الطيران الحربي التي شنتها قوات النظام على تلك القرية, بالإضافة إلى دمار واسع بالممتلكات وبالمرافق الحيوية. أيضا في بلدة كفرومة بريف إدلب الجنوبي أدى قصف الطيران إلى مقتل 4 مدنيين بينهم طفلان, بالإضافة إلى 7 جرحى. أيضا أدى القصف إلى دمار واسع بالممتلكات. في مدينة سراقب أيضا استهدف الطيران هذه المدينة بعدة غارات, أسفر عن سقوط 9 جرحى في صفوف المدنيين. أيضا سقط جرحى في بلدة كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي. أما في قرية جبالة بريف إدلب الجنوبي أيضا استهدف الطيران بعدة غارات تلك القرية, أسفر هذا عن مقتل مدني وإصابة 4 آخرين, بعضهم حالتهم خطرة. شكرا جزيلا لك دياب الحمدو, مراسل قناة حلب اليوم في ريف إدلب, كنت معنا من ريف إدلب. أفاد مراسل قناة حلب اليوم باستشهاد الإعلامي في منظمة الخوذ البيضاء أنس الدياب جراء غارات جوية روسية على خان شيخون, ويعتبر دياب أحد الناجين من مجزرة الكيماوي في خان شيخون عام 2017. لا تزال فرق الدفاع المدني ومراكزها في إدلب هدفا لطيران النظام وروسيا, فمنذ انطلاق الحملة العسكرية استهدف ما لا يقل عن 31 مركزا للخوذ البيضاء بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان. منظمة الخوذ البيضاء أكدت قيام طيران النظام وروسيا بتعمد قصف فرقها, حيث تسبب بمقتل العديد من عناصر المنظمة وإصابة آخرين. لم يقتصر قصف النظام على الخوذ البيضاء, بل طال أيضا متطوعون في منظومة الإسعاف التابعة لمنظمة بنفسج, ليقتل 3 منهم أثناء قيامهم بعملية إسعاف مصابين. آخر ضحايا عناصر الدفاع المدني كان الناشط الإعلامي أنس دياب ابن مدينة خان شيخون, وأحد الشهود على مجزرة الكيماوي التي طالت المدينة في نيسان من عام 2017. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب جميعا, كل من بعث لي رسالة الحمد لله رب العالمين, نحن بخير. المركز خارج عن الخدمة, مركز الدفاع المدني, المشفى بالمدينة أيضا كمان خارج عن الخدمة. الإصابات بالغازات السامية, شباب الدفاع إن شاء الله بإذن الله أمورهم جيدة. ما تبقى الأمور حتى هذه اللحظة في حالات اختناق كتيري, فوق 400 مصاب المدنية وفوق 50 شهيد. مراسل حلب اليوم أفاد باستشهاد الناشط أنس الدياب أثناء قيامه بتغطية القصف اليومي الذي تتعرض له مدينته خان شيخون من قبل طيران الأسد وروسيا. دياب يعتبر من أبرز الناشطين في مدينة خان شيخون, عمل منذ انطلاق الثورة السورية على توثيق انتهاكات قوات النظام بحق المدنيين, كما عمل ضمن المكتب الإعلامي في خان شيخون.
يرحل أنس دياب اليوم لينضم إلى العشرات من الإعلاميين وعناصر الدفاع المدني ممن قتلهم نظام الأسد، ليبقى موتهم شاهدا على فظاعة ممارسات النظام خلال السنوات الماضية. أعلن عدد من المشايخ وناشطي الشمال المحرر من كادر حملة ارمي معهم بسهم ورابطة مهجري الجنوب السوري إطلاق المرحلة الثانية من حملة جمع التبرعات لمهجري ريف حماة وإدلب، وذلك في مهرجان أقيم في المركز الثقافي في مدينة الباب شرق حلب. بصوت هذا الشاب وترتيل هذه الآيات القرآنية ابتدأ كادر حملة إرمي معهم بسهم المهرجان الذي أقيم في مدينة الباب بهدف إطلاق المرحلة الثانية من الحملة، والتي أطلقت المرحلة الأولى منها في شهر أيلول الماضي. نقل صورة المعركة التي تجري في ريف حماة إلى أهلنا في ريف حلب الشمالي، والأمر الثاني هو التعريف بالحملة وكادرها وإنجازاتها التي قامت بها، والأمر الثالث عمل على استجلاب الدعم من أهلنا في ريف حلب الشمالي إلى مقاتلينا في فصائل الجيش الحر في ريف حماة الشمالي التي تقوم بالتصدي حاليا للعدوان الذي يشنه النظام المجرم بالمساند وتغطي من الطيران الجوي الروسي. ولما غدت الأرض فراش أطفالنا لم نجد ما نصنع أكثر من أن نطلق حملة وقود. تضمنت الحملة كلمات لطلاب علم تحدثوا فيها عن وجوب التبرع بالمال لمساندة المقاتلين وغرف العمليات في ريف حماة الشمالي، وسردوا قصصا وأمثلة عن متبرعين في الحملة الأولى رغم حالتهم المادية السيئة. كما تضمن المهرجان فقرة من أناشيد ثورية أداها منشدون من حمص والغوطة الشرقية ودرعا، وانتهى بدعاء ختامي. يا حانة يا أم الفداء نارك عليهم ظالما. في المرحلة الثانية فهي مرحلة دعم مشاريع لهذه المعركة كتدشيم المواقع أو كحملة لدراجات نارية أو لدعم أسر الشهداء. تهدف الحملة بالدرجة الأولى إلى إشراك جميع أهالي المناطق المحررة في المعركة التي وصفت بالمصيرية في ريف حماة وريف إدلب لدعمها لوجستيا وماديا، إضافة إلى الإنفاق على عوائل المقاتلين التي هجرت واتخذت أشجار الزيتون والمخيمات سكنا لها. نجحت المرحلة الأولى من حملة إرمي معهم بسهم بجمع أكثر من 180 ألف دولار وزعت على الجبهات والمقاتلين في ريف حماة الشمالي، واليوم بهذا المهرجان أعلنت المرحلة الثانية من الحملة بطموح أن يصل المبلغ لأعلى من سابقه ليوزع على الجبهات والمقاتلين. مالك أبو عبيدة، حلب اليوم، من مدينة الباب في ريف حلب الشرقي. أفادت صفحة شبكة أخبار حي الزهراء الموالية بالعثور على جثة امرأة على طريق شمال مدينة حلب، وأوضحت صفحة أنه عثر على فتاة مقطوعة الرأس تعرضت للاغتصاب والقتل وموضوعة داخل كيس ومرمية على جانب الطريق بالقرب من صوران بريف حلب الشمالية. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها أيضا تركيا تواصل ترحيل السوريين. Thank you.
مرحبا بكم من جديد إلى هذه النشرة التي ناقشنا في جزئها الأول القصف الممنهج من قبل روسيا والنظام لتدمير أحياء بأكملها في مدينتي خانشيخون وكفرنبل جنوب أدلب. كذلك تحدثنا عن بدء المرحلة الثانية من حملة ارمي بسهم التي يقودها ناشطون في مدينة الباب لدعم نازحي القصف في ريف حما وأدلب. ونتابع في نشرتنا أيضا حيث كشف ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي أنه سيتم إجراء مشاورات مع القيادات السورية في مدينة إسطنبول للبحث عن حل لأزمة اللاجئين. إن لم تكن أوراقك مستخرجة من الدوائر الحكومية في إسطنبول فأنت معرض للترحيل، هذا ما قاله وزير الداخلية التركي سليمان سويلو في وقت سابق، إما أن ترحل داخل تركيا أو إلى بلدك. دائرة الهجرة التركية أعلنت عن إعادة تنظيم عملية اللجوء في إسطنبول وسنت بعض القرارات أهمها الترحيل من الولاية لتقيد بذلك حركة السوريين هناك، إلا أنها أوقفت عمليات الترحيل إلى سوريا لمن يحمل بطاقة اللجوء المؤقت والاكتفاء بترحيلهم إلى ولاياتهم التي استخرجوا منها أوراقهم الثبوتية. حيث أصدرت إدارة الهجرة في ولاية إسطنبول التركية تعميماً بوقف عمليات الترحيل بحق السوريين الحاملين لبطاقة الحماية المؤقتة، وذلك بعد وقوع عدة حوادث ترحيل لشبان إلى الشمال السوري، وفق ما صرح به مدير منبر الجمعيات السورية في تركيا الدكتور مهدي داود لحلب اليوم. مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي ياسين أقطاي قال إنه سيتم إجراء مشاورات مع القادة السوريين في إسطنبول للبحث عن حل لأزمة اللاجئين. ومن طرائف ما يجري من ترحيل أوردت مجلة عنب بلد الإلكترونية أن مواطنا يمنيا قد رحل من أنطاكيا إلى سوريا. الشاب اليمني أحمد البالغ من العمر 27 عاما كان محتجزا في أنطاكيا بعد محاولته الهجرة إلى اليونان ليرحل بعد ذلك إلى إدلب لتتوضح معاناة المهاجرين هنا. للمزيد معنا الخبير القانوني الأستاذ مجد طباع من إسطنبول. أستاذ مجد، يعني منذ قليل كان هنالك اجتماع بين وزير الداخلية التركي سليمان سويلو ومجموعة من الوجوه السورية إن صح التعبير هنا في تركيا في إسطنبول. هل لديك أي معلومات عن هذا الاجتماع وما نتج عنه أو ما يدور فيه؟ أكيد نحن هلأ اللي صار الأطراف اللي مثلت السوريين والجمعيات ومنابر كلها كانت قدمت للوزير طلب مهلاب إنه هاي الحالات أخي ينتظر حالياً ترحلت لازم ينتظر يكون في معلومات كاملة ليش السبب اللي ترحلوا فيه. وكان الجواب انه اغلب الناس ترحلت كانت بدون كماله، والاشخاص ترحلت بكماله كان هو عباره عن عوده طوعيه، ولكن خرج يعني شخص يعني صور نفسه يعني وكان هنالك مشاهدات كثيره لهذا الشخص، يعني مجرد انه نسي الكملك في البيت وتم ترحيله الى ادلب مع مجموعه من الشبان، يعني كيف عوده طوعيه؟ ما سمعت لو سمحت. يعني العودة الطوعية تكون عندما يذهب اللاجئ بإرادته إلى إدارة الهجرة ويقول أنا أريد أن أعود وكذا وإلى آخره، لا تكون من المخافر. تمام صح؟ اللي بدنا نحكيه أنه في حالات فردية تم التصرف معها أنه الشخص لأن وقع على العودة الطوعية عم يكون ما بيعرف يقرأ وعم يتم احتيال عليه من قبل الموظفين الأتراك وعم يوقع عودة طوعية. طيب هذا كيف سوف يتم التعامل معه؟ كيف سوف يتم إعادة اعتباره وإعادة حقه يعني؟ بما أنه وقع. صرح الوزير إنه الحالات اللي تم إعادتها مع كمالة لح يتم إعادة النظر فيهم وإعادتهم لتركيا مرة ثانية وتعويضهم. هل هي معلومات أم توقع من حضرتك؟ ما سمعت. هل هي معلومات يعني حصلت عليها حضرتك أم توقع منك يعني؟ لا هي معلومات. بإذن الله أكيد. نعم، أشكرك جزيل الشكر الخبير القانوني الأستاذ مجد طباع، كنت معنا من إسطنبول. وفي نفس الملف ونفس السياق تبنت المفوضية الأوروبية مجموعة جديدة من تدابير المساعدة بقيمة 1.1
41 مليار يورو في إطار دعمها للاجئين في تركيا. وأوضح المفوض الأوروبي جوهانسان أن البرنامج سيركز على مجالات الصحة والحماية والدعم الاجتماعي والاقتصادي والبنية التحتية للبلدية لتبلغ المساعدات المقدمة حتى الآن للاجئين في تركيا إلى 5.6 مليار يورو من أصل 6 مليارات تم التعهد بصرفها في إطار اتفاق عام 2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبي. وفي المادة التالية التي أعدها الزميل مازن أبو تمام نتابع أعداد السوريين وأماكن توزعهم في تركيا ونسبهم وفق ما نشرت إدارة الهجرة التركية. نعم عمار، وفقا لإحصائيات إدارة الهجرة التركية الصادرة في 11 من تموز لعام 2019، فإن هناك 3,630,575 لاجئا سوريا في تركيا. إحصائية الشهر الأخير أبرزت زيادة بمقدار 16,931 لاجئا سوريا. من هؤلاء اللاجئين السوريين هناك 1,684,207 أطفال دون 18. أما الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما إلى 24 عاما فهم 819,060 شخصا. أعداد الذكور تفوق أعداد الإناث ب 300,615 شخصا. أعداد السوريين الذين يعيشون في المخيمات 103,579 شخصا. عدد المواليد السوريين خلال السنوات الثمان الماضية 405,521 طفلا. أما من يعيش في المدن فهم 3,526,996 شخصا. أما توزع السوريين في الولايات التركية فأبرز المدن على الشكل التالي: في اسطنبول 574,479 سوريا بنسبة 3.63%. في غازيانتاب 443,543 شخصا بنسبة تقارب 22%. في أورفا هناك 430,537 سوريا بنسبة 21%. أما في هاتاي فهناك 429,293 سوريا بنسبة 26%. أقل الولايات التي تضم السوريين هي أردفين فيها 35 سوريا، وبابيروت فيها 25 سوريا، وتونجلي فيها 56 سوريا. أعلى نسبة للسوريين في كلس بمعدل 81%، تليها هاتاي بنسبة 26%، ثم غازي عنتاب وأورفا بنسبة 22% و21%. عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية 79,000 شخص و894 سوريا. هذا كل شيء لدينا، إليك عمار. شكرا لك مازن على كل هذه المعلومات. كشف مكتب الإحصاء الاتحادي أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في ألمانيا بلغ حتى نهاية عام أو العام المنصرم نحو 1.8 مليون لاجئ. وأوضح المكتب أن 1.3 ملايين حصلوا على حق الإقامة، غالبيتهم من السوريين والعراقيين والأفغان. وبحسب إحصائيات المكتب فإن نحو 62% من الحاصلين على حق الحماية في ألمانيا أتوا من 3 دول، وهي سوريا، العراق وأفغانستان، بحسب التلفزيون الألماني دويتش فيلة. توفيت شابة تركية بعد أن تعرضت للسعة حشرة القراد في مدينة سيواس التركية، الأمر الذي دفع بعض الأطباء والمختصين للتحذير من مخاطر الحشرة على حياة الإنسان. تبدو هذه الحشرة صغيرة الحجم، لكنها قادرة على فعل أشياء كثيرة، أهمها قتل الإنسان الذي تستقر في جسده وتعمل على قتل خلاياه. حادثة ليست غريبة حدثت في ولاية سيواس التركية، وهي وفاة شابة عندما التصقت واقتحمت الحشرة جلدها واستقرت فيه، ما أدى إلى وفاتها بعد يوم واحد جراء معاناتها حمى الكونغو
بعد نزع الحشرة في أحد مستشفيات المدينة. الحادثة دفعت العديد من الأطباء والمختصين للتعريف بشكل ومخاطر الحشرة على الإنسان. حشرة القراد تعود لصنف العنكبيات كونها تملك 8 أرجل وتعيش من خلال امتصاص دماء الحيوانات، ما يؤدي لنقل العديد من الأمراض. ومن أهم أعراض لدغة القراد احمرار شديد وحكة مستمرة وشعور بألم شديد مكان اللدغة وورم وطفح جلدي وضيق في التنفس واضطرابات في دقات القلب إضافة لأعراض أخرى. وتتواجد حشرة القراد في الأماكن المنخفضة وعادة ما تلتصق بأجسام الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب، وتعتبر الناقل الأساسي لعدد من الأمراض المميتة التي تنقلها إلى الإنسان بشكل مباشر. أفادت شبكة فرات بوست بتفشي الأمراض الجلدية في صفوف المدنيين العائدين إلى بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي. وبحسب الشبكة فإن انتشار الأمراض الجلدية بين الأهالي يعود لانتشار الجثث وتفسخها وعدم دفنها، ما أدى لتفشي ظاهرة الحشرات في البلدة. ويعثر الأهالي بين الفينة والأخرى على مقابر جماعية في الأراضي الزراعية أو داخل الأحياء السكنية في بلدة الباغوز، هذا فضلا عن وجود جثث تحت الأنقاض المدمرة. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل. ليفربول سيمنح صلاح أغلى وأعلى راتب في البريمير ليج. مرحبا بكم من جديد. تسعى نساء في مدينة الرقة للتغلب على صعوبات الحياة بالانخراط في سوق العمل المحلية بفرص عمل قدمتها لجنة المرأة للمطلقات والأرامل ومن فقدت معيلها. في مدينة الرقة تجتمع النسوة لكسب الرزق، أفران معجنات مخصصة للنساء اللواتي فقدن معيلهن افتتحتها لجنة المرأة
فرص عمل تمكنهن من الاعتماد على أنفسهن وتأمين لقمة العيش لأطفالهن. بدنا نشتغل تنعيش أطفالنا، أنا عندي 5 أطفال، إذا ما أشتغل وعيش أطفالي ما منين نعيش؟ صحيح الشغل مو بالحيل بس ماشي الحال، يعني نشتغل ونعيش أطفالنا يعني بهذا شغلنا. الشغل مو عيب أولا، وثانيا يعني بشجع أي مرة إنه بينكسر هالحدود هذا، ونحن حتى الرجال بيشجعونا، حتى الرجال بيشجعونا على هالقوة على هالإمكانية وبيحيونا على هالشيء، إنه أنتوا شلون كنساء بتشتغلوا وبتعطوا واجباتكم الكافية العالمية لأولادكم لأي شيء، فعن جد يعني هالشغلة كويس إلنا ونحن نتحدى هالشيء هذا. هو واحد من 3 أفران يشملها المشروع، يؤمن دخلا ماديا لنحو 10 سيدات، ويهدف لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا واستثمار طاقاتها للنهوض بالسوق المحلية والتغلب على صعوبات الحياة والانخراط في سوق العمل. في أنه أحييهم يعني بالشغل هذا، أحييهم بالنشاط هذا، أنه مرأة تشتغل قدام أطفالها بسبيل تعيشهم وبسبيل ما تمد إلى العالم أو كذا، تشتغل جهدة يعني. مشاريع صغيرة كهذا ربما لا تضمد جراح مدينة الرقة بدمار بنيتها التحتية ونزوح قسم كبير من سكانها، عودة الحياة تبقى تحدي تلعب نساء الرقة دورا كبيرا في مواجهته. هدى سرجاوي محامية وناشطة حقوقية من مدينة معرة النعمان تعمل على تمكين وتفعيل دور المرأة في مؤسسات الداخل السوري، متحدية الظروف الصعبة. هدى سرجاوي اسم عرفته مدينة معرة النعمان وما حولها، انتخبت كعضوة في المجلس المحلي منذ عام 2014، مجازة في الحقوق ولم تبخل جهدا في العمل المدني وتمكين النساء الأخريات وتأسيس العديد من المراكز التدريبية والتوعوية دعما للمرأة في مدينتها والمدن المجاورة. حين تشكيل أول مجلس محلي بمعرة النعمان ترشحت للمجلس المحلي، كنت كأول امرأة بترشح لمجلس محلي هون عنا بمدينة معرة النعمان. طبعا انقبلت أنا وزميلي إلي، كان مجالي أنا بمجال المكتب القانوني، اشتغلنا من خلال المكتب بتشكيل نظام داخلي للمجلس المحلي، نظام مالي. طبعا كان في الدورة القادمة بعد ما كنا أنه تنتين صار في تشجيع أكبر لدخول النساء للمجلس المحلي، صار في 8 نساء بالمجلس وكعمل مكتبي. تعمل هدى في التمكين السياسي للنساء المهتمات في هذا الشأن، بالإضافة لمشاركتها في تأسيس المكتب القانوني النسائي لتقديم الاستشارات الخاصة والمشاركة في المبادرات والتدريبات العامة للنساء، إيمانا منها بدور المرأة في المجتمع. طبعا الصعوبات اللي واجهتني هي اللي بتواجه يعني عموما المجتمع بشكل عام. احنا عنا بالمحرر ظروف امنيه صعبه، القصف اكثر شيء بواجهنا، المشاكل الامنيه يعني عنا المركز انقصف ضرر بشكل كبير. هدى سرجاوي واحدة من الثائرات السوريات الكثيرات اللواتي يعملن بجهد لا ينضب لخلق مجتمع مدني يحترم مشاركة وحقوق المرأة لبناء سوريا الحرة، تهدف إلى الحرية والعدالة والمساواة. حازت أكاديمية العلوم الصحية في ريف إدلب على اعتراف من معهد الاعتراف والترخيص وضمان الجودة الأوروبية، ما يفتح بابا كبيرا أمام طلابها ويحسن المنظومة الصحية في الشمال السوري. في سابقة هي الأولى من نوعها في الأراضي المحررة، أكاديمية طبية تحظى باعتراف دولي من معهد الاعتراف والترخيص وضمان الجودة الأوروبي ACQUIN. أكاديمية العلوم الصحية في ريف إدلب الشمالي تضمن بهذا الاعتراف مستقبل الطلاب وجودة العملية التعليمية، كما يعتبر إثباتا لكفاءة الكادر التدريسي. لدينا مناهج من أحدث المناهج العالمية مخصصة لطب الطوارئ، مقسومة إلى قسمين، قسم نظري وقسم عملي. الطالب بينزل على المشافي وبيعمل شيكليستات من خلاله بيتم تقييمه بالمشافي. أيضا بالإضافة إلى المخابر، لدينا مخابر متطورة ومزودة بأحدث
الملكانات والتجهيزات العالمية. يتيح الاعتراف تسهيلات كبيرة لطلاب الأكاديمية لدخول سوق العمل وإكمال الدراسات العليا في الدول المجاورة أو حتى الأوروبية، ويفتح آفاقاً لعشرات الطلاب، كما يساهم في تطوير المنظومة الصحية في الشمال السوري. طبعاً الاعتراف كان إنجاز عظيم بالنسبة للأكاديمية بعد تعاون الكادر والطلاب سوا، وفتح أمامي آمال تانية أنه ممكن أكمل دراسات عليا بمناطق تانية. هاي الاعتمادية أظهرت أنه عانانا خلال سنتين ما راح السودان، كانت تجربة كتير حلوة خضناها سوا. طب الطوارئ والتمريض والعلاج الفيزيائي أبرز أقسام الأكاديمية التي تأسست عام 2011، فيما يفرض الاعتراف عليها تطوير العملية التعليمية وبذل مزيد من الجهد للحفاظ عليه، نظرا لخضوع الأكاديمية لمعايير معينة ومتابعة خارجية دائمة. قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار 3 أمتار تقريبا، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض 2 متر تقريبا من الجهات الأربع. مع اقتراب موسم الحج في كل عام يتم رفع ستار أو أستار الكعبة الجانبية مع دخول وقت الحج كإشعار يعلم الناس بدخول وقت تأدية ركن الإسلام الخامس ولحمايته مع تدفق المصلين والحجاج على المسجد الحرام ومحاولتهم الاقتراب من الكعبة أثناء الطواف. يرفع الستار في كل عام بمنتصف شهر ذي القعدة إلى منتصف شهر محرم الذي تجري فيه عملية غسل الكعبة المشرفة. استعرضت شركة لكزس نموذجها الجديد من السيارات الرباعية الدفع المخصصة لعشاق المغامرات واجتياز الطرق الوعرة. وعلى الرغم من كون هذه المركبة مخصصة للرحلات الصعبة، إلا أنها جاءت بأحدث الأنظمة الإلكترونية وأنظمة الملتيميديا والتكييف ونظام تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى أنظمة تتحكم إلكترونياً بسرعة دوران العجلة على أو كافة العجلات على مختلف أنواع الطرقات. وفي خبرنا الأخير لهذه النشرة، قالت صحيفة ذا صن إن مسؤولي نادي ليفربول الإنجليزي سيقدمون عرضا ماديا مغريا للنجم المصري محمد صلاح، سيكون الأعلى على الإطلاق في تاريخ البريمير ليج. ويسري عقد صلاح المجدد مؤخرا مع ليفربول حتى عام 2023، لكن الصحيفة تقول إن إدارة النادي تسعى لتمديده عاما إضافيا وبأجر لن يقل عن 430,000 جنيه استرليني أسبوعيا، مما يصل بأجر اللاعب السنوية الإجمالي إلى 22.4 ملايين جنيه استرلينية. نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على موقعنا الإلكتروني حلب توداي تي في دوت نت. دمتم برعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.